فيما يخص موضوع ميناء الفاو، طبعا المرحلة الأولى اللي هي قتل أو انتحار هذا الشخص المدير الشركة الكورية. نعم. طبعا لحد الآن ما ظهر التحقيق، ما ظهر بصراحة، واحد عرف المواطن هل هو فعلا انتحر أو حتى إذا انتحر لماذا انتحر، يعني لحد الآن ما علمنا يعني شنو المشكلة. يعني إذا يعني معناته أكو موضوع علاقة بسحب هذه الشركة. مرة لاخجت الشركة ورجعت وجاء مدير جديد وكذا وتعين ومشت الأمور مثل ما هي عليه. هنا تحججت الجانب العراقي أو وزارة النقل، تحججت بأن هي ما عندها فلوس اللي هسه خصصت هاي 400 مليار للشركة الكورية، خصصت طبعا بعد ضغط المواطن بالمناسبة، مو خصصت هذا يعني مثل ما هي تريد. طب من الأول كانت خصصت هذا المبلغ وانتهينا من المشكلة. نعم. طبعا احنا عندنا الميناء الفاو، عندنا ارصفه 5 ارصفه اللي بعمق 19.8 بالعشرة، بالاضافه الى القناه اللي تصل الى هذه الارصفه ايضا نفس العمق. من تحججوا وقالوا ما عندنا اموال، وقالوا اوكي يعني صار اتفاق بين الشركه والجانب العراقي او وزاره النقل العراقيه على ان يصير القناة 14.5 متر. صارت ضجة إعلامية وصارت احتجاجات من قبل المتظاهرين ومن قبل الكثير الحديث اللي زادوا نقاص. رجعت مرة أخرى وزارة النقل على الشركة، قالت لهم لا يا بكملوها 19.8 بالعشرة مثل ما هي عليه. قالوا أوكي، بس قال لهم لا إحنا راح نبقى السعر على اللي هو 14.5. طبيعي الشركة ما راح توافق، وهنا حلت المشكلة مال سحب الشركة. أيضا هذا الموضوع هو مفتعل بصراحة لأن مهيئين شركة أخرى، وإذا هذه الشركة الأخرى سحبت عندنا مشكلة أخرى اللي هي متى. بعدين بالمناسبة شركة الكورية عندها 5 عقود مو عقد واحد، إذا جابوا شركة أخرى راح يصير تداخل بالعمل، بالإضافة إلى بينما تسحب المعدات مالتها إرادة لست شهور، الشركة الأخرى اللي راح تجي أيضا إرادة لست شهور بينما تنصب معداتها وتبلش بالعمل. يعني اكو مشكله كبيره جدا، وهذا التاخير هو مو بصالح العراق اصلا يعني. نعم.